تمام، انا عايز بس اقول حاجه. لو انا لعبت 4 2 3 1 يبقى كروش ملوش لازمه من وجهه نظري، وقلتها قبل كده، لان احنا متربيين على الطريقه دي اينو، وحافظين الادوار الهجوميه والدفاعيه في 4 2 3 1. كروش في الطريقه دي يبقى هو جاي عشان يختار لعيب مثلا احنا مش واخدين بالنا منه، زي ما طلع لعيبه صغيره. لكن انا من وجهه نظري احنا بنخسر فلوس على الفاضي لو احنا لعبنا بنفس الطريقه. وان كان انا ممكن العب 4 2 3 1 في بعض اوقات المباراه حسب الفرق اللي قدامي، لكن خلينا نقول ايه، ان كروش اصلا ما بيحبش رقم 10، يعني ما بيحبش يلعب 4 3 3. انت شايف ان 4 3 3 دي طريقه دفاعيه؟ دي مش دفاعيه، هي تامينيه هجوميه. يعني هي في المقام الاول ان انا بامن كويس وبعدين اهاجم، لكن 4 2 3 1 دي اصلا معموله عشان الكونتر اتاك، يعني هي معموله عشان الثلاثه اللي قدام والبليم اللي هو الرقم 10 صانع الالعاب يبقى يروح للجون على طول. لكن طب انت لما تيجي تلعب فرقه جامده مثلا هتعمل ايه في الحاله الدفاعيه؟ يعني انت لو اشتغلت بكره 4 2 3 1 انا من وجهه نظري هنتبهدل. يعني هنتبهدل ليه؟ احنا ما عندناش حد كان وليد بيمسك كوره. لا يعني انت لا لو عندنا الثلاثه في نص الملعب مين هيمسك كوره؟ انا بتكلم في عبد الله. ليه؟ عبد الله تقيل في الحته دي. طيب فهو اللي الوحيد اللي هيقدر يعلي لك الريتم ويهدي الريتم والكوره معانا، فاهم انا اقصد ايه؟ خلصت بس اينو. لا بص اينو، خلصت الكوره دي، خلصت ان واحد هو اللي يتحكم في فرقه، واحد هو اللي يبص الكره للجون، واحد هو اللي يتحكم في اداء كابتن يونو. يعني انا برضو ميال شويه لكلام الكابتن وليد. ليه؟ انه حتى انت لو بصيت في العالم كله دلوقتي رقم 10 ده بيختفي، يعني رقم 10 بالشكل التقليدي ده اللي هو يقف على الكوره وصانع العاب ويبص الكوره سرو حلو وبتاع، ده تقريبا بيختفي. يعني دلوقتي مفيش زيدان، مفيش ديلبيرو، مفيش كل بقى 10 اللي انت عدوا توتي، مش هتلاقي العشرة دول خلاص ما بقوش موجودين دلوقتي في كل الفرق بالمناسبه. يعني هي تامينيا في المقام الاول بالظبط، عشان كل فرقه بتعتمد كمان بدنيا اكتر دلوقتي بدنيا وقوه. يعني في نص الملعب لو ما كسبتش ما خسرش، عارف انت احنا ماشيين بالظبط. لو ما كسبتش او ما خسرتش ما خسرش. لو هديك الدليل كل المنتخبات والفرق اللي في العالم اللي بتدافع كويس اللي كسبت بطولات السنين اللي فاتت دي، تشيلسي بقى على فرنسا على ايطاليا على البرتغال 2016، كل المنتخبات اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. ايوه صح. وبعدين الراجل هو صح 4 3 3 هو بيشتغل كده، وبعض الاوقات في كاس العرب اشتغل 4 4 2 ورجع تاني 4 2 3 1. الراجل انا شايفه مقنع جدا، انا شايفه هو دماغه كويسه. لكن حته التنفيذ، اليه التنفيذ عندنا في مصر عشان احنا تربينا على لازم اتنين ديفندر. فاحنا مشكله عندنا في الثلاثه في نص الملعب في الاداء الهجومي والدفاعي او الاداء اللي يخدم 4 3 3 عشان ما تربيناش عليها. لكن انت لو حفظت او حفظك الراجل ده الثلاثه في نص الملعب الاداء الهجومي والدفاعي هتعملها بشكل كويس جدا. عايز ارجع لاينو، ان انت لو لعبت اتنين في نص الملعب وعبد الله السعيد، دي اوقات اثناء البطوله او اثناء الجيم بتغير، لكن انت لو اشتغلت كده من الاساس عبد الله السعيد مش هيقدر يجي يدافع ويهاجم. الاتنين في نص الملعب مش هيقدروا يغطوا المساحات مع القوه البدنيه اللي احنا شايفينها. خلي بالك احنا مش عايزين فنيات دلوقتي، انت في بدايه الجيم او بدايه البطوله انت عايز تكسب، عشان انت عينك دلوقتي ان انت ما تقابلش الجزائر، ما تطلعش احسن توالت مثلا وتقابل الكاميرون ولا تقابل السنغال. انت برضو دماغك في حته تانية، انت لازم تطلع اول عشان تبعد عن سيف الجزائر. فدي برضو حاجه مهمه، واللاعب اللي تبقى لازم عارفه الكلام ده. فانا رقم واحد اللي انا بامن ثلاثه في نص الملعب، واشتغل على الثلاثه اللي قدام اللي عندهم محمد صلاح السرعات، عندك عمر مرموش سريع وعنده مهاره، مصطفى محمد يعرف يهدف، زائد ان في واحد يزيد من نص الملعب معاهم. كده كفايه قوي، كده كفايه في اول مباراه ليا في البطوله. طيب. ولسه مش عارف الفريق اللي قدام. طيب سؤال ليك كابتن اينو، السوريه هيرجع بعد ماتش نيجيريا، يعني بعد ما نيجيريا السوريه هيرجع، السوريه بقى هياخد مكان مين؟ هيبقى حمدي والنني والسوليه كده بقى الدفاعيه. طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم، بس السوليه زي ما احنا بنشوف في الاهلي. ما انا كنت لسه هتكلم زي ما كابتن وليد بيقول، السولية عنده الحته دي كويس، يعني حمدي فتحي لا ما بيزيدش كتير الا في الكور الثابته. لسه اقول لك، بس حمدي كمان عنده ميزه في رايي، وصحح لي انت هتبقى ادرى مني، انه هجوميا بيعرف يشوط كويس، بيعرف يخش يلعب براسه كويس في الكور الثابته كمان. وحتى في الثابته او غير يعني حتى بيعرف لو دخل الصندوق في اي زيادات عاديه بيعرف يتعامل كويس. فانا بحس ان حمدي فتحي قدراته الهجوميه المفروض اكبر كتير كمان من قدرات. بس احنا بنشوف في الاهلي ايه، دايما حمدي بيزيد. هو اللي بيبقى ساقط ورا، ودايما السوليه هو اللي بيزيد. عندك حق، انا بكلمك على القدرات الفرديه. بس احنا لو لما السوليه يرجع زي ما بقول لك، اعتقد ان السوليه لما يلعب
هيبقى مطالب منه اللي هو الوحيد اللي يعني هأمن بالنني وبحمدي فتحي في نص الملعب، وهيبقى السولية هو اللي عنده من التعليمات من الراجل اللي انت عندك يعني براح شوية في انك تتعامل مع الكور التانية، وانت عارف الكرة التانية دي دايما بتبقى مهمة. فاعتقد ان السولية هيبقى اقرب واحد اللي هو اللي بيكمل ورا الناس دي كلها. طيب حسن مهم كان بيتكلم دلوقتي على تعلق محمد شريف في التدريبات، والمعلومات اللي جايانا ان كيروش حتى هذه اللحظه مقتنع ان محمد شريف جناح مش برضه تاني حتى هذه اللحظه بالمناسبه يعني كل هو كده بيقضي عليه هو مقتنع كجناح. طب لو مصطفى محمد في اي مباراه ما كانش موفق، مش هنقول لا قدر الله اصابه ولا حاجه، بس مش موفق وحب يخرج، المعلومه الثانيه انه الراجل المهاجم الثاني بالنسبه له بعد مصطفى محمد هو محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح مش جناح، رايك ايه؟ مش وحش على فكره، يعني ده مش حفظ اللي هو الراجل بيفكر ان ممكن محمد صلاح، يعني حتة اللي هو مش مقتنع بمحمد شريف دي برضو دي بعيدة شوية، لان محمد شريف احنا مش شايفينه مهاجم وبيهدف وراجل هداف الدوري وماشي بشكل كويس والكلام ده كله. وان كان برضو في نقطة ان موسيماني في اخر مباراة ما لعبوش او في السوبر تقريبا ما لعبوش، ومحدش انتقد موسيماني في الوقت ان كروش لو ما خدوش او ما لعبوش الناس بتنتقد كروش. لكن محمد شريف لعب كويس وعنده مميزات وراجل راس حربه، وانا بحييه على حاجه خلي بالك كريم، اللي هو الراجل لعب او ما لعبش ما بيعملش مشاكل، بينزل يؤدي اللي مطلوب منه. لكن هو الراجل مقتنع بمصطفى محمد رقم 9، هو بيحب رقم 9 كويس، وكان بيحب الراجل مروان حمدي برضو هي المواصفات دي هو بيحبها. في حاله ان حصل بيدخل محمد صلاح راس حربه ده وارد، وينزل مثلا زيزو ولا ينزل امام عاشور، ينزل اي جناح ناحيه اليمين فالامور تمشي كويس. ده مش بعيد وممكن يحصل. تاني حاجه عايز اقول ان حته السلاله لما يرجع ان في 4 3 3 بنلاقي الزيادات طبيعي جدا السلاله بيزيد، لكن لو الكره الناحيه الثانيه يبقى هو الهاف الناحيه هو الثاني اللي بيزيد. يعني هو مش 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 حفظ او قانون ان السلاية هو بس اللي يزيد في الهجمه. صحيح. فاهمني ازاي؟ لا، هي هو اللعيب نص الملعب اللي ناحيته الكوره هو اللي بيزيد. مظبوط. فمش شرط يبقى السلاية هو اللي بيزيد يعني. صحيح.